الخميس 19 من سبتمبر لعام 2019، برج الحمل. مهنياً، كيفما تتجه فالنجاح أمامك، حتى أخطاؤك لا تؤثر جوهرياً على أعمالك. اغتنم هذا الظرف وابدأ بتنفيذ أهم أهدافك. عاطفياً، العازب، يساورك الشك من تأجيل الحبيب لموعد الارتباط أكثر من مرة، حاول حسم الأمر معه. المتزوج، تعيش مع الأسرة الفرح والسعادة بسبب حدث سعيد وغير متوقع. برج الثور. مهنياً، تحاول وضع الحلول الحاسمة للتعامل مع مشكلة تواجهك وتعكر صفو علاقتك مع الآخرين. عاطفياً، العازب، تتخلى عن علاقة عاطفية باتت تشعرك بعدم التوافق مع الحبيب وتتمنى حباً يأخذك إلى الاستقرار العاطفي. المتزوج، تشهد حياتك العاطفية مزيداً من الاستقرار وتزداد مهامك العائلية وتوفق بينها وبين حياتك العملية. برج الجوزاء. مهنياً، ربما توقع عقداً للبدء بمشروع جديد وصغير، وذلك لتحقيق جزء من طموحك ولزيادة دخلك المادي. عاطفياً، العازب، تشعر بعدم الاستقرار العاطفي وتتعذب بالحب وتبحث عن الهدوء والأمان. المتزوج، الغيرة تعذبك والشك يربكك ويجعلك تفقد الثقة بالشريك بدون ذنب ارتكبه. برج السرطان. مهنياً، تحصل على أموال لم تكن تتوقعها وتنجح في إنجاز كثير من المهام التي كانت مؤجلة. عاطفياً، العازب، تشعر برغبة بأن تتحرر من الحب الذي يسكن قلبك وأن تنطلق لتعيش الاستقلالية والحرية بدون قيود. المتزوج، تبحث عن مشاعر جديدة للهرب من الجمود في علاقتك العاطفية مع الشريك. برج الأسد. مهنياً، تحاول اليوم إنجاز شيء صعب وغير واقعي من خلال إقدامك على مغامرة غير مضمونة النتائج. عاطفياً، العازب، تلتقي بالشخص الذي انتظرته طويلاً وتشعر بأحاسيس ممتعة وتحاول إيجاد وسيلة للتعبير عن إعجابك. المتزوج، قد تتهرب من حسم أمر شائك ومزمن يتعلق بالعائلة، واجهه بشجاعة وحكمة. برج العذراء. من مواليد هذا البرج في مثل هذا اليوم الفنان مجدي وهبة، والفنان أحمد عبد الحليم، والفنان مجدي فكري، والفنانة شذا جودت. مهنياً، تجد كل شيء حولك مشرق ويدعو للتفاؤل، وترى أن جميع المؤشرات تشير إلى نجاح وتقدم أعمالك. عاطفياً، العازب، يفاجئك الحبيب برغبته بالارتباط، فتعيش الاستقرار النفسي وتجد أن للحياة طعماً خاصاً. المتزوج، تمر مع الشريك بلحظات مميزة فيها الحب العميق والاندماج الروحي، مما يؤكد لكما أهمية الزواج. برج الميزان. مهنياً، تنظر للمستقبل بعين الرضا وتتأكد أن كل وسائل النجاح أمامك وما عليك إلا أن تواصل خطواتك في نفس الاتجاه. عاطفياً، العازب، تعيش أحاسيس رائعة لا تستطيع تفسيرها وينبض قلبك بالحب وتود لو يشاركك الجميع سعادتك. المتزوج، تشعر بالقلق لأن علاقتك العاطفية مع الشريك تفقد حرارتها وتتحول تدريجياً إلى التعود والرتابة. برج العقرب. مهنياً، تتبدد الغيوم في سماء حياتك المهنية وتشرق الشمس وتنير طريق النجاح، سر بهدوء وحذر. عاطفياً، العازب، تتهرب كثيراً من مشاعرك منتظراً أن تتأكد من قوة حب الحبيب واستعداده للارتباط. المتزوج، تعيش في أجواء من السعادة وتشعر بالرضا عن نفسك وعن ترابط أسرتك. برج القوس. مهنياً، ربما يقدم لك أحد الأشخاص عرضاً للشراكة في إقامة مشروع ما، اقبله لأن فيه الخير لكما. عاطفياً، العازب، يتجاوز الحبيب كل الأخطاء التي ارتكبتها ويطلب منك الاستفادة من التجارب السابقة. المتزوج، تمر بتجربة تثبت أن الشريك هو الملاذ الوحيد لك وتستطيع بفضله تتجاوز أصعب الأمور. برج الجدي. مهنياً، تتحسن ظروفك المالية أكثر مما كنت تتوقع وتجد النجاح الباهر في كافة الأصعدة وخاصة على الصعيد العملي. عاطفياً، العازب، تتاح الفرصة للتعبير عن حبك وتلقى تجاوباً سريعاً مع الحبيب وتقرر إعلان حبكما للجميع. المتزوج، يتأكد الشريك أن سحرك لا يقاوم وأن غيرتك طبيعية
وأن كل شيء تعمله هو للحفاظ عليها. برج الدلو مهنياً تبدأ أول خطوة في العودة عن الطريق السلبي الذي تسير فيه، مستفيداً من أخطاء وتجارب الماضي. عاطفياً العازب قد تفقد الثقة بالحبيب والأصدقاء نتيجة موقفهم من أزمة تواجهك. المتزوج يقوم الشريك بعمل رائع لمصلحة الأسرة وينتظر أن تكون راضياً عنها، فدعه يشعر بذلك. برج الحوت مهنياً فرصة ربح أو مكافأة مادية في الأفق، عليك التركيز عليها ومعرفة طريق الوصول إليها لأنها من حقك. عاطفياً العازب تكتشف أن الحب أصبح عبئاً على مسار حياتك وتفقد الأمل بوصوله إلى الارتباط. المتزوج تعيش أجواء اجتماعية كلها ضياع وتتصرف وكأنك تعيش المراهقة ثانية.